نظام شلق لبناني يعيش في أحد مطارات الإكوادور منذ 46 يوما يروي قصته للجديد. هكذا يمضي المواطن اللبناني نظام حسين شلق يومه 46 أسير أحد مطارات الإكوادور. ليل مع النهار وأنا في هذا الجو. قصة نظام تكاد تشبه الفيلم الهوليوودي ذا تيرمينال لبطله توم هانكس، ينام في صالة الانتظار، تقدم إليه وجبات الطعام ويستحم في المطار أيضا. الرجل الخمسيني كان سائحا في الإكوادور، ولدى عودته إلى لبنان عبر البيرو ثم إسبانيا فقد جواز سفره في برشلونة، فقررت السلطات الإسبانية إعادته إلى الإكوادور. صار 45 يوم مطار غوياكيل محجوز، فقدت الباسبور والورقة الطيارة البورد وبطاقة البنك ببرشلونة بإسبانيا. نزلت ما لقيتهم بالشنطة وعلقها بكتفي، احتجزوني ببرشلونة 11 يوم وردوني على خط الترانزيت بيرو كمان 11 يوم وردوني على أصل الرحلة غوياكيل إكوادور. صار 45 يوم وهنيك 11، يعني أكثر من شهرين وأنا من مطار لمطار. الوضع كتير صعب، نايم ما بتعرف أي ساعة ولد بنط عليك على الكرسي بقاعة مغادرين سفر، والضوء عطول الليل مع نهار، والميكروفون عم ينادي على بأسماء يعني كتير كتير مزعجة القعدة. يعني واحد بينحجز بالمطار يومين ثلاثة خمسة بس ما بعيش حياة. افتح مصلحة افتح بسطة بقلب الصالون عنت فيه. أسير قوانين الدول والمطارات، يقبع نظام منذ شهرين في المطار، تلقى خلالها اتصالا واحدا من دون جدوى. من 15 يوم السفير اللبناني ببوغوتا اتصل فيي، قلت له مين حضرتك؟ قال لي أنا السفير اللبناني ببوغوتا. سألني، أعطيته المعلومات اللي أخذهم اللي سألني عنهم. ما مرة واحدة اتصل وما عرفت عن شو صار. في راس نحاش بالبترون ينتظر أبناء البلدة عودة نظام بعدما سمعوا بقضيته عبر الجديد. أمتى آخر مرة أنت حكيته لنظام؟ من حوالي 15 يوم. شو كان عم بيقول لك؟ عم بيقول لي إنه شكله الأمور منا ظابطة، بده يكون هون إن شاء الله بالعيد، بده يحاول يكون من هون بلبنان. ومن مسقط رأس نظام كان لنا اتصال به بحضور شقيقه والمختار حيث اطمأننا إليه. والأكل منو ناقصني، أنا آخر شيء بطلت آكل، يعني أنا بدي أطلع ما بدي آكل. يا أخي يومين ثلاثة أربعة ما تحمام، بياخذوك على حمام بوليس واقف حدك. أول يومين قلت له شو بوليس أنا واقف واحد حدي، بطلت أتحمم. قلت له ما بتحمم واحد واقف حدي أنا. أخذوني على صالون الكبار، صاروا عم يهتموا هلا، بس طلعت على الإعلام انضغط عليهم ومشي الحال. بس برضو مش وقتني، يعني أنا ما بدي الخدمة، بدي أطلع. بحسب مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية، فلم يكن للوزارة علم بالقضية حتى اليوم، وقد باشرت الدائرة القنصلية متابعة الموضوع لمعرفة حيثياته وحله. نعيم برجاوي، قناة الجديد.